قرر المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة إنهاء مهام الإطار الوطني هشام الطير من مهامه كمدرب للفريق بعدما قاد فارس البوغاز للبقاء في القسم الأول من دوري الاحترافية. وقررت إدارة فريق اتحاد طنجة إنهاء عقد الطير الذي نجح في جعل المستحيل ممكنا بعدما حصد 25 نقطة خلال مرحلة الإياب ليقود الفريق للبقاء في القسم الأول برصيد 27 نقطة. ويستعد اتحاد طنجة للكشف عن مدربه الجديد خلال الأيام الماضية من أجل الانطلاق مرحلة الإعداد للموسم الكروي المقبل.